السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يعتبر الـ A50 والـ A51 أكثر أجهزة باعتها شركة سامسونج في الأعوام الأخيرة، وبما أنها السلسلة التي تحقق أكبر قدر من الأرباح، سامسونج تعمل على الـ A52 التي ستعلن عليه في الفترة القادمة. تسريبات رسمية تصلنا على هذا الجهاز سنتعرف عليها معا في هذا الفيديو. وقبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. وكما ترون الصور أصدقائي، هذا هو شكل الـ A52 5G. بالنسبة لتصميم الشاشة يعتبر نفسه مقارنة بالجيل السابق الـ A51، حتى الظهر هنا تصميم تقليدي يأتينا مع ظهر مصنوع من البلاستيك وفريم مصنوع من البلاستيك أيضا. كما نجد في الظهر مستطيل فيه 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. شكل الكاميرات هنا مثل شكل كاميرات S21. بالنسبة للمواصفات الداخلية، الجهاز سيأتينا مع معالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 750G. هذا المعالج يدعم الـ 5G، معالج قوي جدا يعطيك تجربة ممتازة بدون أي مشاكل على مستوى الألعاب الثقيلة ولا على مستوى التنقل بين التطبيقات. كل شيء سيكون سلس جدا. الجهاز أيضا سيأتينا مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 11. الشاشة هنا ستكون من نوع أموليد، شاشة ممتازة كما عودتنا شركة سامسونج. الجهاز أيضا يأتينا مع بصمة على الشاشة تعمل بسرعة. البطارية ربما ستأتينا بحجم 4500 ملي أمبير. كما سيأتينا الجهاز مع شاحن بسرعة 15 واط. من المنتظر أن سامسونج ستعلن على سلسلة A52 والA72 في أقرب الأوقات، يعني ربما بعد شهر أو أقل سنتعرف بصفة رسمية على هذه الأجهزة. فتأكد أن تكون مشترك بالقناة لكي تتابع آخر التسريبات حول هذه الأجهزة وغيرها. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو. كان هذا كل ما يخص سامسونج جالكسي A52 5G. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.